بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحكب الله بنا آيات كنت إيكو سورة الروم مرورا على ختامها إلى آيات كوبية طمان سورة اللقمان وحاينو دنبيسي مركفوك الدعي أولا برواقيسي أوضتك فرحين فانظر بالآن إلى أثار رحمة الله إلهي رحمة سفات كيدا أكسيدا إدادك أغفر حيان كيف سيدو يحيي الأرض دولك أنه ليه وأبارته أقبئيه بعد موتها انتهي لما تكدب أبارها إن ذلك الله الصدى يالي لمحيي الموتى قوة انتهي كسوان لليوه وهو ألنا على كل شيء شيء الأرك كل قدير ككروه ولين أرسلنا هدان دفافيحا دبيل مفرد هذه لقى عبد الواد دبي العذاب في يا حد لقى عبد الواد تويش الرحمدة إن أرسلنا هذا أنت فريحا دبي وفرأوه زرعي أيات كان مصفرا سقو بورو يسيق للايا لظلوا حيانا من بعده من بعد الإسفراري قال لذا كذب يكفرون كوا قالوا فإنك هذا مرك نبي الله محمد الله تسمع من مقشين كرتين الموتى كوا دنتي يعني قلبك أقبش بكرتين ولا تسمع من مقشين كرتيب الصمة كوة نقهلة الدعاء النواق إذا ولوا مركي جيتدان مدبرين إيهو جيتدان الله سبحانه وتعالى ذاتك مركي فروب لسيو برواقي سنو بارتو أبحدي هذه دبي العذاب أو الله قدره أو يأركي سرعيهم بوران نقوني مركاب قال لي بالله قال لي سيدا يهلي بأهدان إذين سعيلين تونا ديه ما إياني قال لي بالله مركا واحد انتاي sida wax dhintay iyo wax dhagalo oo kaasi jeeda aad waxba u muqashin kareen yaadan gaaladan waxba u muqashin kareen bay ka dhigat wax dhintay iyo wax dhagalo oo kaasi jeeda oo farahaaga arkaynin saada waxba u muqashin kareenin yaadan gaaladan waxba u muqashin kareen marka Aaysha radiyallahu anha yad waxay aaminsantahay aayada isagoo daliishan wax dhintay inaan waxba maqleynin Nabii Ilaahay Muhammad maalintii Badr markii dowriga labaatanno wareeshadkii waa weyna aceelka lagu guray yu nabiga sultaagu yiri meheshin wixii alle idin balan qaaday anigu waan helay rad bin khadaab ba yiri ya rasuulullaah wa baxti amee ku maqliya markaas uu nabigu kama maqli ogeedina weyna jawaabeen marka aayadan iyo taa wax dhinta wax ma maqashin kartid marka la leeyahay ee fuuxii baa lagu soo celinaya marka la hadlayo la su'aalayo marka almuutaan waxa la ku wanu qalbigoodi ba dhintay sidad wax jasadkiisa dhintay aad waxu maqashin kareen yaad ku qalbigoodi dhintay aad waxu maqashin kareen maqashintu waa maqashin ay maqlayaan oo aqbalayaan ruux dhagalo oo kaasi jeedana ka war oo hadaad faraha u taagtaagtay aan ku arkayna iyo daqdaqaaqaaga midna aan arkayna walayna fasalna hadaan tii fariixin cadaab dabayl cadaab wa kaynu nidi mufrasati al-abr ar-rih wa ta'adabka خياح دي العبر الواتر رحمد طبي العذاب هدي أن تشبه الليل فرأوه زرعي أركان مسفر إسوه بورو بورو بيو انت عقار كي كبع يسير قلالايا لظلوا حيهانايا من بعده من بعد الإسفراري بورو بورو باكدب يكفرونك وقالوا بركة سيدة عدرتها فإنك النبي الله محمد الله تسمعه مما قشيك الجدو ما فهم سين كرتد الموتى قوات انتي كواني قلب قوات با إلا انتي ولا تسمع من مقشين كرتيد الصم كوة نقهلا الدعاء النواق إذا ولوا مركي جيتسادا المدبرين يقول جيتسادا مركز سيدا كوة نقهلا أين وحوم مغلين يكونون حق وقد نقبالا وما أنت أدوك متيد بأن نبقى القويد بهذه العمي كوة اندلا كوة هنونين كانوا وداد كوريا متيد عمد الله لهم بعد إن تسمع ما تسمع من مقشين كرتيد إلا من مو يؤمن فمي بآيات الآيادها يغفمي وفهم يجو مخلصون طاعته هو جالس نبي جو حلقول واحد انت وحمة مقصين كرتيد واحد قال وحمة مقصين كرتيد وقال ذو حق قلب جاي واحد انت وكلكي إنه قلب جودي بعد انتي سيدي واحد قال أبيهين وحق من مقليان كوا إن دلا دلالك كمان أن كرتيد وقلب جودي إن دبالي هذا مو من انت ديارك حق هو بعد مقصين كرتاب النبي قال عليه الصلاة والسلام هذا لو سيدا سو كلو ددك حق قاتاي و ددك قلبigoodu furan yahay in dambeelin way kuma anta adigu matiid bahadil umiyi kuwa indaha la ka hanuunin karmatiid
عن ضلاله بعدد ولا كهن ونكره إن تسمع ما تسمع مما غسين كرتين إلا من يؤمن بآياتنا أيده هي قرمي أو فهم يجو مسلمون هو جان سمي مركا مركا لليه النبي مركا قال كودنا النبي هو هادوي وهنوني بعيش أنا ما هنوني كرتين بالي النبي هو هادك ويا وضد وتصي ذاتك حق وشيء لكن قلبك قمر ذكره هنوك اللهم بقلبك هنوك في ذكره الله ألي الذي الله هو يخلقكم إذن أبوري من ضعف ضعيف نبو إذن كأبوري وح ضعيف من شيء ضعف ثم جعل وحية من بعد ضعف ضعيف نمكذب قوة أود ثم جعل وحية من بعد قوة أود كذب ضعفا إيو شيبة عرر يخلق الله وحو أبورا ما يشاء وحو دونه وهو الله العليم كأقوي وحو بأنقدير أو كره ضعف بالي إذن كأبوري عرر لك صوب الله بي لا عان يرو مكانك كل عيب النقض والضعف إن يرو حنشر النقض والضعف إن يرو هيلب النقض والضعف لفئي وحلوية لهيلب والضعف مركو صوردش والضعف إلى أنتو صغير هيهاي مركو قانقاد كله يهاي ولي واسيل ضعيف مركو قانقاد إلى سداد يتبن قاد حوق يدلن يرنمو يمكا قد واقوة كدبنا وضعيف مركو لحنا كدافو للكو كل عيب والضعيف وي الله الصدا يهلي رمي على لي السدا هلي كره وحول بسمين كره وين أنت هتدور إذا سو مريم الله الله الذي الله هو يخلقكم إذا أبور من ضعف ضعيف نما إذا كأبور عن روف إذا كأبور عرور يري إذا كسور دقي ثم جعل يلي من بعد ضعف ضعيف نما كذ بقوة نوده ددوا وين وشبابه وحبا إذا كدقي ثم جعل يلي من بعد قوة نوده كذ بضعفا ضعيف نما وشيبة عرف وإذا جبوشيء يخلق ما يشاء وحدونه أبورا أنت صم يدين سومري الله وحدونه أبورا أنت صم نبي يدين سومري وهو الله العليم كأقوي القدير أو وحول البكرة ويوم تقوم الساعة ساعد مركي اجتماعه مركي استعكتوي ومركي اجتماعه يقسم المجرمون الدنبيل ياشو حيكون نارا ما الله بسوئنا نين نجاني غير ساعة ساعد وحناه كذلك سيدا سيكارو هاي المركي أدونك تشغين يوفكونا كو لو لخيو او بين ابورتا صوبهاي markii qiyaamaha la soo bixiyo waxay ku dhaaranayaan saacadu baabana adduunka joognay waliya waxay leeyihiin nafxada hore nafxatu su'ab ya afartan cisho ya cadab qabriga laga joojin markaas ay gamaayaan leeyta man baasana mir qadina wa markay leeyihiin qoliya sida ku fasiray markaas ay leeyihiin oo saacadu baaban joognay laakin ma waa adduunyada adduunyadi baa la yaraan waxay ka wadaan waxna looma sheegin de xujo nuguma ogmin bay ka wadaan in yaruban adduunyada joognay wacid wax noo sheegtay ma jirto xujo ban nuguma ogmin waxa ma aanan qoni bay ka wadaan markay saaleeyeen adduunka markay joogana saan bay beena la yaalo ahayn sida aakhira beena la yaalo yihiin uba adduunkana beena la yaalo ahayn taan bay la tagay muuminiintuna sida adduunka ruu sheegayaalo yihiin uba aakhira ruu sheegayaalo noo waa labadaas isbar ba socota ويوم ما لتقوم الساعة ساعد أي استاكسو اجتماعه يقسم المجرمون الدنبيل ياشو وحيكون نارا ما الله بسوء إن الدنيا كنا كان غير ساعة ساعد غير كذلك وعير كذلك سيدا سيكانوا أهان يفكون كل اللحية وحق اللغة اللحية بين عليال وقال الذين كنوا حين أوتوا العلم عيم الجسية أو مؤمنين تي يا ملائك تي يا أنبياء دي والإيمان إيمان كلاسية لقد لبستم waad ku nagaateen ardada fi kitaabillaahi ilaahi hukumkiisa ila yoom ilbaati ila maalintii li soo bixinay maalintii liidan abuuray maalintii li soo bixinay intaas aad ku nagaateen ardada intaas aad ku nagaatay ila yoom ilbaati oo marad nooleeydeen oo dil joogteen iyo marad gudaheeda ku jirteen faada kan inu taaganay da yoom ilbaati weeyaa walakinakum idinku kuntum muhadin la taclamun kuwan saa wuxu garanay kuwa cilmiga la siiyay waa mu'miniinta iyo anbiyaadii malaa'igta waxay leeyihiin waad nagaateen ardada ama gudaheeda ku jira ama dusheeda joogay fi kitaabillaahi ilaahi hukumkiisa oo Allah mahfuudka ay soo qoreeyeen ilaahi sidoo xukumay baa sida ah ilaa yoomil baas insaasad ku jirteen hada yoomil baas waa yoomil baas gaad been jirteen kan waa la taagan yahay maanta bayurbaydan ay ka dhigantahay laakiin waxba ma idaan ogeyno si ka saadi wax la idin ku sheego aqalada wayaal baad ahayn oo cilmi leeyahay walba aan juhalad ahayn baa la leeyahay waqaalalladeen ku waxay yiraahdeen oo tul cilmi cilmiga la siiyay
oo muuminiinta iyo anbiyaada iyo malaa'igta wal iimaan iimaanka la siiyay laqad sabitum ardada waxaad ku nagaatay fi kitaabillaahi ilaahi xukunkiisa ila yawmil ba'th ila maalinta la soo bixinay ardada mar aad dul joogteen iyo mar aad gudaha ku jirteen ba fa hada kan yawmil ba'th wa maalinta is soo bixinta walakinnakum idinku kuntum waxaad ahaydeen la ta'lamuna kuwa aan waxba ogeyn baad ahaydeen jaahiliin jaahiliga maxaa la ilaa ruuxa an allah aqooni ba jaahila ليس العلم بكثرة الرواية علم وانتاس وكتابة نغرسمها لكن نور يدعه الله في قلب من يشاء وين غفكو ألا يقان وعالمه غفكو ملكو ألا يقان فيوميذ المال انتا لا ينفع ما أنفع يا الذين كووا ظلموا ظلم سمين معذرتهم عذر دار كودي أي شاكتان ساسين نقل نغطي ولهم يصعتبون لقنا حالق هذا الماي حالق هذا السادة متقان لقنا فهالي قلين طلب ماي ونفهالي قلية لديه ماي استعتاب waxaa luqada carabta leeyahay xaal iga qaata marka laga xaal qaado xaalku waa wixii ruuxii ku cadeysna aad siisay subogsiisay wad marka maalinta wax la gelin oo laga rabaay ma jiro wax cudur daar oo laga aqbalin ma jiro wax la gelin oo laga aqbalin ma jiro maalinta way dhamaatay maalinta waanina amal maalinta way waanina amal fajoomaydin maalinta la yafac ma anfaco alladina ku idalamu zulmi samayeen macdiratuhum cudur daar koodi ma aqfaco saasay naga noqotay saasu wax ahaayo wax wax noo sheegan weyni ma anfacayo walaahum yusta'tabuna lagana faali gelin dalbi maay laga xal qaadan maayo allahu xuleeyahay waaba hawshi way dhamaatay wal qadarna waan cadayna linnaasi dadka fi hada alqur'aani qur'aankan kariimka min kulli masalin tusaale kasto oo aqli ah yaanu cadaynay wal injiitu madad ulatima dab ayatin mu'jizat la yaquluna waxay dhihi الذين كوي كفروا قالوا إن أنتم ما أنتم يدكم متيذين مؤمنين تاي إلا مبضلون كوا بعض السمية يالم الله وحب ليها قرآن كان كريم كاه عد عذر دار أمرهي من وال عدي وح ماشي وسواس كإما الله أردن وال عدي حقي أردن بال عدي وحول بوال عدي قرآن كان كريم كاه ماشي وحاكو هرطالة قرآن كان كريم كاه ميلا نهين عقيدة دار هكا قادا ميلا قرآن كان كريم كاه السنة النبي كاهين aqeedada ka qaadan waliga ka qaadan aqeedad marka wax walba waa idin sheegay hadaan nabiga muhammad uu mucjisad u la timaado markay leeyihiin sidii anbiyaadii hore mucjisad keentid laqad salihiya ushi muusa yadma mucjisad keentid marka waxay dhihiin ma garaabeenay baadil wadayaal baa tiin bay dhihiin idinka muuminiinta iyo nabigii noo dhani baadil wadayaal saasi idin dhihiin wadad jahiliin wal qad darabna haqiqaha waxaanu cadeynay linnaasi dadka fi hada quraan quraankan من كل مثال تصالة كستوع عقل جله مثلك وحالي لا مثلا ذا عجيب كمثل ليه هذا ولن جيت أهداد الله ما دبآية معجزات لا يقولن وحيده الذين كوي كفروا قالوا بي. إن أنتم ما أنتم يدكم متهدين نبي الله محمد يكوي لك ليوم إن أنتم ما أنتم متهدين إلا مبدلون بعض السديال ما يحكى لمتهدين بعض السميال ما يحكى لمتهدين كذلك sida kuwa qalbigooda loo daboolay yu yabcu allahu alla u daboolay ala qulubil ladina ku qulubtooda la yaqlamuna waxba aan ogeyn sida kuwa nabiga la jooga qalbigoodu u daboolan yahay wax galaya jirin ya qof kaste oo aan waxba ogeyn qalbigiisu u daboolan yahay cilmiba ma galayaan marka macnaheedu waxa weeye shay hadii lagu sheego markaaba ha qaadan markaaba ha ka hor iman u fiirso oo faham oo wuxuu yahay iyo wuxuu yahay calaamadihi shay markaad fahanto marka amadiida ma qaadanday laakin marka horeba kula boodi marka horeba ha qaadan way waxa salaayna soo hordhigay kadalika sida aan u daboolay kuwa hore quluubtooda yusbuullahu alla u daboolay ala qulubil ladina ku qalbiyalkooda la yaqlamuna waxaan kanay marka nabiga maxaa lagu yiri fasbir sabr inna wa'dallahi balanqaadka alhaqul haqwi gargaarka adaa heli doono alla ku balanqaaday dibaato kasto ay ku marayaan ku sabir walaa yastakhifannaka yayna ku fudaydin alladina ku ilaa yaqulun waxba yaqina fudaydin magaran waa ruux intay dibaato haysato sheeko loo sheekayo fududaado iska raaca yaani dibaatada ku haysa yayna ku fududayn inuu habaari ama hadalladan ay ku sheegayaan ha u garaabino waxba ha u garaabino ha u tanaasuli yayna ku fududayn waa sida yaani aqligayna ka qaadin way ayayna ku fududayn waa sida macnaheedu فاصبر صبر بالي للنبي الله محمد
adkayso lib kasto oo ku haysta dacwada waad kayso maxay yeli inuu wada allah alla balan qaadkiisu xaq weeye adigu ba guusha heli doona wala yastakhifannaka yeyna ku fudaydsan yeyna ku harawsan yeyna ku fudaydinin alladina ku ila yuqunun waxba aan yaqiinayn yeyna ku fudaydin suratul luqman magacaas ay leedahay suuradu ninka luqman la yiraahdo oo xakiimka ahaa nabi ma ahayn xakiim buu ahaa ninkaas loogu magac daray waa suuradi 31 tartiibta quraanka kariimka ah aayadaheeduna waa 34 suuradu waa makki tabi ahaan buu waa makki xulooda qaar baa yidhi 3 aayadood oo meel dambe ku jira yaa madeen aqaad baa leeyahay waa makki iskaga daa luqmaanna ee 10 ka dambe uu ka bilaaban doonaay qolada noobaha la yiraahdo ah noobaha nooba waa meeshan xalaayib ee masariye suudaan u dhaxaysay isku haystaan dadka degan waa dad madmadow weeye qoladaas uu kamid ahaa marka deeyay waqti nabi uu la waqti ahaa kulleyba nabi uu la waqti ahaa marka waa markaasan arki doona alif lam mim wuxuu la jeeda Allah garan tafsiiru ma hayna laakiin waxaanu leenahay marka la aqriyo sida quraanka kale ajri looga helo yaa looga heli oo nabigu waa kii yiri xaraf quraanka ninkii aqriyo 10 goor baa loo laabay wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harf sadd muhasanati kaal faamin tira wa mid kale waa ka ku dari jirayo arabta lagu cadeeyo quraankan kariimka ee nabi ilaah muhammad loo keenay xuruuftan aad taqaanaan ee alif iyo mim iyo ra iyo ba ka sameysan yahay arisoo kale la kaalay tilka ta qiimaha badani ayatul kitab kitabka aayadihiisi weeye kitabki al hakimi ee muhkamka ahaayeen wax khalad lahayn muhkamku wax khalad ma leway ama al hakimi xikmadda u saaxiibka mid walba lagu qaban kara waa kitabki xikmadda ahaayeen wax khalad lahayn hudan hanun weeye iyo warahmatan rahmat lil muhsinina kuwa samafala kuwa samafala waa kuwa alladina kuwa yuqimuna salata salada ooga ويؤتون الزكاة زكاةً نبحية وهم يؤمنون بالآخرة آخرة هم يقنون يقينيا أولئك قوى النوع عاسه على هدى هنوم بكسو قيهين أو من ربهم رب قد كأهالي وأولئك قوى سنهم يوم المفلحون قوى قول يستوي تلك حالي لا إشارة بعيدة لنا مركز شيء قال إشارة يهدون فقين شيء شرفتي سيكتسين تلك تألق قسوة دجية قيمها بضلني waa kitaabkii quraanka kariimka ee muhkamka ahaa aayadihiisi way muhkam waxa looga jeeda wax khalad ah ba yaraatay malik hanuun iyo raxmad bu muhsiniinta u yahay muhsiniinti waa la fasiray waxa la yiri waa kuwa salaada ogo oo awqaadeedii iyo shuruudeedii iyo arkaanteedii wax walba u la yimaada zakada bixiyo oo dadka qaraabada ah xiriiriya masaakiinta wax siiya badigi makka la joogay zakadan guud waajib ma ahayn zakadan kala habaysan day laakiin si guud bay sadaqadu waajib u ahay imadkii madiina la tagay baa la kala habeeyo waxa sala bixin oo cidaas la siin la yidhi raxmadna uu yahay muxsiniinta kuwa noocaasa ee aakhiratu meeyay kuwa quraanka u hagaagsan yahay kuwa si hanuun allay ku sugan yihiin waana guuleysan falaaxa waxa la yidhaah waxaad ka baqayso od ka nabad gashay waxaad rabtayna aad helsay falaaxu waa kaawo luqada carabta waa sida تلك تاقيمها بدن آيات الكتاب كتاب كآياته سيوي كتاب كقرآن كأها الحكيم إيه حكمة لهاي وخلد على اللهين هدى هنوي يو الرحمة الرحمة للمحسنين كوى السما فلياسا يو الرحمة يهي وكي النبي يقول الإحسان مركو ملك جبريل ويدين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك محسن كواكا الذين كو ماشا نصدنا اللي نوقف السنين يقيمون الصلاة الصلاة دقوقة وقت هذا هي شروط هذا هي أركان تهذا ويتون الزكاة الزكاة بحيو الصدقاء بحيو مساكين تأي قرابة إيا ضدك باها سيئة وهم يؤمنون بالآخرة آخرة هم يقنون يقينيا قف قادون آخرة يقين إيمان ملك وأين آخرة يقين سيئة أولئك كو النوع عاسه استفاد عليه ala hudan hanu bay ku sugan rabbi rabbada wadadi xaqayd bay ahayaan wa ulaika kuwa asanahum iyagu
albu fiixuna kuwa guuleystay way ومن الناس dadka waxa kamida man ahad ba kamida yashri ibsanaya lahu alhadisi sheekada ciyaarta li yudilla inu kalmiyo an sabilillahi alla wadadi sadadka bi qayd ilmi ilmi laan oo yitakhidaha quraanka oo ka yeesha ayadaha quraanka huzu an jeesjees ulaika kuwa noocaasa lahum hawsunani adabun adab muhinun udulay ومن الناس من يسير الأول الحديث وحي علمته انت بدن بقول كي بس سقاشا إيا السقا وهي السيدة هذه هي السيدة يموسي كذا يكو أول قبلها ساء أبو ساء ورورين وساء قدن في المتر بري قادة قبلها هو ألا قدن شيني قرانك سهد دقين قبلها ساء انتو ساء قدن يكو يسي أنا الكاسو دربانك إيا صعبك إيا اللي سقود داري وتالي هو الحديث داد كيب ألقى مشغول قرانك كريمك qolii uudiyinta ay masar iyo xukumi jiray faadumiyinta la dhigi jiray yahuuda ee faadumiyin baan hayday beentooda ay ahayd dadka waxay u jideeyeen xaflado iyo durbaan iyo dhawaaq iyo yahaasi u jideeyeen ujeedadoodu waxay inay dadka quraanka kaga jeediyaan isla markaana la yiraahdo nabiga jecel yihiin la yiraahdo ujeedadoodu ahay marka waa ciyaartan iyo durbaankan iyo waxa weyn marka dad baa intay soo gataan adeynaga kale sheekh culimada ay waqtigan ay wufad oo fiicneyd kamid aha waayay waan yaraaya ay soo baxday ida cad haaji abd shakur shee abd samad ida cad uu soo ku fasiray bariga wa ida cad suunti baynaahay ida cad ma heesi tirtay heesi muusika laga qaadi jiray adba sheekh runtu waan yaraa bariga ayo bariga ida cad soo baxday sheekh khaas saayid wa la dhigay haaji abd shakur rahimahullah marka dad baa noocaas oo heesa iyo waxa sameey si ay dadka xaq uga lumiyaan quraanka kariimka ahana jeesjees bay ka dhiganaya marka kuwa cadaabkoodu dhaxbu jira cadaab muhiim say quraanka u yahaneysteen yaa yagan cadaab lagu yahaneysanay quraanka say u yahaneysteen quraanku xurmad dheer buu mudan yahay wa ina dagaysato marka la aqri wa haddii adigu aqri karto aad aqrido oo macnihiisa dhuxdood ku amal fasho way haddii aad yahaneysato quraanka cadaab muhiim ah meeshan yaal meel fog ma jiro ومن الناس dadka waxa kamida madad ba kamada yashri iibsanaya laawal hadiisi sheeko ciyaar culimadu wax gabi ahaan waxay dhin waa heesaha li yudilla inu kallumiyo dadka an sabilillahi la wadiis bi qayd ilmi ilmi laan fiilka yudilla wa rubaa inu lumiyo noqon macnaa inu luma ma ah inu lumiyo khalqi kallumiyo intu durbaan u tumo oo u dhaanteeyo oo hees u qaado ay dadku meesaa de ku soo ururaa saasu noqonay ويتخذها وآيدها نكية شهزوء وح لغجيه جهسه أولئك كوى النوع عاصة لهم بحاوة هذه عذاب العذاب مهين ودلية سيدي القرآن كأو إيهاني سنبا يغن الله إيهاني سنية وإذا تطلع مركي لغو أقري عليه كادشي سآيات وآيدها يغن ولا وجيه سن مستكبرا إساقو كبير سنو إنو قدك هارعي بحان فبين كالما يسمع سيري إساقو المقلين كأن في وذنه دقيه سواحد مودا وقرا العلس فبشره أقو بشاريكا بعذاب عذاب أليم مولي من حانوشية نكا إساقه له الحديث وتهيساها طمية إدربانك قراعية مركي قرآنك اللقود الأقريو وجيتان السيدي وحان دمك الله وش لغا مرين وش كسي جيتان لقيه سواحد مودا إنو دقلائية ما مغلية هذا بالله أقو بشاريني وحان مغلية علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا إسقوا تكنيا يا نن خوارجه خوارج العلب أبي الطالب دوا مشرك بيده شرين أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون في خوارج هذا يدي علب أبي الطالب وشيعيا دوا مشرك بيقينه وكسو آيات نغريب عليه وإذا تطلع عليه آياتنا ولا مستكبرا كلام يسمع كان في ذن ور آيات نغريب عليه سو سلاد كتير والله بيس نقتوي iyagu Cali ibn Abi Talib de khawarij mushrik bay u yaqeenay oo waxay dhahayn iyagu waxay aaminsan yihiin quraanka waxaan ahayn la xukuma ila lillah wa sida qolan takfiir ko kale la xukuma ila lillah ya aaminsan yihiin khawarij waa kuwa wila tutla markii lagu dul aqriyo alayhi ninka dhaantoolowga ayatuna ayadaha iyaga wala wujeetan mustakbiran isagoo kibirsan kalamaysu asiri isagoon maqliin bu iska socon hadalkii wadadiisa iska haysan kaana fi udunahi dagihiisa waxaad mudan waqran culaysu u dhagala yahayba u dhawaaqan bay aqdiyadaan oo maqliin
فبشره بشارة بعذاب أليم مؤلم حنوس هيه مرك القرآن كلا غري مرك كور تيجي دقي سوق نكرار عليه هذا فرصة وايد دقي سوي مرك لا غري يد دقي سوق وحوي حتى هذا معنيه سجرين الفادي سا قرآنك ووح عجيب وعي وسول شيء شبه ذوي الله وحوري إن الذين كوا آمنوا مؤمنوا وعملوا عمل فلا صالحات عمل ونكسن لهم حرصنا في جنات النعيم نعمة الجنوين كيني خالدين فيها وكواريا وعد الله وعد الله ذلك وعدا ساس تركيبك أهان لها بلك مستر كان فعل كيسيبه النائب كيهي وعد الله إلهي بلنقات كيسيوي حقا حقوي هقول لنا إعلام توحيده ومستر لغيره أتكيبينه مستر كفعل كيسا لفتي سمركو أتكيب ومستر فعل كيسا لكن فعل كيسي وحنا ينمتكو أتكيب وهو مؤكد لغيره بينه انت بل يرانا وقد لنا وهو ألنا العزيز كغالب وين الحكيم وفلسا شيء ولي بسيد كوابسين يا أم أمر الله سبحانه وتعالى قفك ممك عمل كيس سالح على شريعة الله هو أن وحب العية شرك من كتر وين على شريعة الله يهي سيب العاو وقلنا مدقله لأجل الله وين يهي سيب شرك وقلنا مدقله عمل كان باقوا أنفعين عملا صالحا وحالا إلى أي قول إذا متقان أي قول إذا ما يشبرك ولا قول marka roobku do wax fara badan ba ka soo bixo kala nooc xoolahuma daaqa marka amalan saalix ahay oo aan nadiif ahayn waayay guri oo kale soo noqotay inay u tareen Allah wuxuu leeyahay inna alladina kuwa aamanu mu'minuna wa amilu amala fala saalixati amal wanaagsan law muhawsuna ta jannatu naimi ni'mada jannooyinkeedii yaani jannooyin ni'ma khalidina fiha wa kuwariyan la yabquna anha hiwa inay ka baxaan waligood ma doonaya maalinta maalinta ka dambaysa uga sii xisa badnaanaya waalid ninku markuu gurigiisa ka baxo jannada isagoo jooga markuu ku soo noqdo haaskiisii iyo xoro lacintii haaskiisii bani aadamka ayda waxay dhihin iyo quruxa ku soo korodhay waasade idinka laftiina quruxba idin korodhay go'dhe laga xisa dhig maayo jannada waligood waa lagu jiri wa'dallahi alla balanqaadkiisii way haqqan haq way wa huwa lana al-azizu ka qaliba way al-hakimu wa falsano شيء ولا بسيط كافسين يا أمامنا خلق الله الله وحوا أبوري خلق السماوات السماوين كوا أبوري بغير عمد تير الآن وترونها هذا ركتان وألقى وحقد الطوري في الأرض دول كدحين سرواسية بورسوا أن تميد اللي ألا تميد سائل ولا دقدق عظم بكم يدك وبس وحكفر لي فيها أرض دحين من كل دابة وحكة صوص على وأنزلنا وكسر دجين من السماء السماء حق هذا ما أنبيه فأنبتنا وكرنا لأن فيها أرضا دحذا من كل زوج النوع كالسكريم من أول أكس إلى قد الذي سنوه صمدوا أبو ري بغير عمد ترونها سورة قاعد من كسوا مرهي لبيروا اللقمان أكل قوينين هدي ترون هذا عمد تلقى السفاية أولي إلاد بغير عمد تير كاسو ترون هذا القتال لقى السفاية تيرر كارين إلي لها سورة قال هدي لقى السفاية tiirada aragtaan male marka la ila tiirada kale inay leedahay soo gal di laga gooyana bi qeyr amadi tiir laan di tarawna waa bad aragtaan inay tiir lahayn oo macnuhu noqon marka taa hore saan sida ugu roon waxa weeye tiirar way leedahay waynaan arag inagaan arkayni way ma aragnayna qudada allah u tiirar ho wax alla uu ku qodqotmiyay ba jiro inagu aynaan arag yaa jira khalaqa allah wuu abuuray as-samawati samooyinki غير عمد تير لآن وترونها أدركتان وألقى ورهد في الأرض أرضات الحين الرواسية بورا أدك بورهد أن تميد اللي ألا تبيد سعين أولا دقاق قين بكم إذنك وبس وفر لي فيها من كل دابة وحكا لصعد انت يا حويان صعد بني آذبك يا حويان كلا انت فعصد يا قرآن شده دي اللي مكو بكروان ملايين وي يلان كلها بورا سبحانه وتعالى كل جود حكمة بيكون فديانه حكمة بيكون فديانه إنه قام كوا عبر قادني حويان كأسك الصعود إلهوني أرزاقه مدول من نعجوني أيهاي إقاري يجو إسحنا يا إلهي بقول تلاجلي إقار كوا إسحنا الله سبحانه وتعالى ووح عجيب وين يا وح عبوري كريكة دكانتاي وأزل له وحنكد جن من السماء ما أنبيه فانبتنا وانكسر دلنا فيها أرض دحذاذة بكل زوج نوع كاستكريم ونعكس تكلف كيسا كمذا ليه ونوع كريم اللي نقول لكم ما كسب بقلاه نوع كريمة
dadku iyo nooc qabiix labada buulay taa intaas oo nooc wanaagsan oo deegaadaha iyo dhirta iyo wax waliba kamid yihiin iyo biyaha iyo wax waliba kamid yihiin walla ka soo saaray ardada hada watan murtidi wat hada waxa la soo sheegay khalqullaahi ilaaha abuurkiisii weeye waa makhluuqiisii ka dhigan tahay hada khalqullaahi makhluuqullaahi ilaahu makhluuqiisii weeye faaruuni tusiya maada shaygi khalaqa ya abuureen alladiina kum duniya alghayrka ilaahi waxa soo abuuray samadon tiir lahayn buu abuuray ardadu abuuray tiir ku qotomay daabad kastoo abuuray ardadii buu wax walba ka soo dhaliyay ilaahi abuurkiisii wakaase kuwanaad caabudaysan arab maxay abuureen taqsiba ahaatay maxay abuur bal wuxuu sheeg maxay ku hadlid marka ruuxi aqli loo sida loo sheego uu garanaya xaq way ruuxi aqli loo sida loo sheego hada kani khalqullah makhluuqullah ilaahi wuxuu abuuray weeye faaruuni tusiya maada sheegay khalaqa alladiina kuu abuureen oo midduuniya alla qeyrkee bal waxaad ku tiraahdaa adh-dhalimuuna adh-dhalimuuntu fi dhalaalin mubiin bal adh-dhalimuuna fi dhalaalin mubiin bal waa intiqaal ibdaali ma ahaa idraa inta xukunkii hore laga booday ya xukun kale loo dooday bal suusaasi faa'iideysa idraa intiqaali ah idraa ibdaali aan weelad laakiin quraanka ibdaali ma leh macnihiisu isma buriyo quraanka bal adh-dhalimuuna adh-dhalimuuntu fi dhalaalin baadi bay ku sugan yihiin mubiinin oo had oo geed loogu soo gabanay bay ku sugan yihiin ilaaha sidaas allah saas markay garan waayeen dulmiga ka weynay imani waa intee weyn walaa subhanahu